حبيبي سامي. سامي بسم الله. شوفي، قلت لحالي انه صار لنا زمان ما فطرنا مع سوا ومنفطر مع بعض. لك انا من امتى بنضرب على قامة قلبي وبفطر؟ طيب حبيبي يلا رجعنا خلص يلا. لك انت شو عملتي؟ انت وعدتني انك ما عترد عليها. ايوه وانا امتى انضربت على قلبي وعدتك؟ لك فاتنا شبك؟ لك شبك كبري عقلك؟ لازم قروني توصل لسه ما لحتى يصير عقلي كبير مو؟ رجعنا للنكد كل يوم. وشو مشان الست شغف؟ ولا شيء. لك ولا شيء. ها واخيرا شرفتي. ولا تبلشي واحد بدق لك وما بتردي. شو ساطتي لك على شيء بنك؟ هيك شيء. يعني فيك تقولي بنك متحرك. شو بكي؟ الحقير طلع متجوز وانا طوال الوقت وانا عم سايره، ليش ما قال لي؟ اه ليش؟ بيكون حب يغير شكل. ايه بس انا ما بخلي رجال يلمس ايدي وانت بتعرفي هذا الشيء منيح. عادي حبيبتي، في رجال بيحبوا طق الحنك، ما كله مكسب. ايه بس اوعك تخبري شام. ها لك شو قصتك انت وشام؟ كانت بتعرف انه بدي اياه لمنصور ومع هيك هفته على البارد المستريح. لك خلصنا ولو؟ لو كان بده اياكي ما كان تركك وراح لعندها. لا ستي، كان بده وانتي بتعرفي هذا الشيء، بس ظهرت الست شام على الشاشه وبتعرفيها بقى كيف بتضحك وكيف بتلبس وكيف بتحكي. بس ما رح يتجوزها، وتذكري كلامي. المهم هلا قولي لي شو تشربي؟ شو تاكلي؟ بدي دللك تقبشيني البراد مليان، الله يخلي لي ابو خالد يا رب. شو سامي أفندي ملاقي شي فردوكة لحتى ما عم يرد؟ أنت اللي كان لازم تقلعي هالمرة مو هو. خلص شغف، شو بدك فيه؟ كتاب مصر عم يتزاحموا عليكي. العمى شو بتحب التضخيم؟ رواعية مو بإيدك. الو يا حودة، شامم ريحة القهوة؟ ححط فنجانين. لك انت شو سويت فيني؟ ما عم فكر فيك كل الوقت. ايه خلصينا ولو، شو أول مرة بتصير معي؟ لأنه مو أول مرة. بس ليكي إذا بدري إنك مخبرة شام ما تحاكيكي بحياتي. ايه حاجة تهددي حاجة، كلي. مالي نفس. الو اهلين حبيبي، اشتقت لك كثير يا عمري. شو شمستك عاليه اليوم؟ ايوه. طيب يا عمري افطار وخد الدواء تبعك ورجع حاكيني. انا ايه قاعده انا وديما. اوكي حبيبي يلا باي باي. بحبك. قديش عمره؟ شي 60، بس هو مصر انه عمره 45. ايوه. طيب ما بتستحي تمشي معه قدام العالم؟ يعني احيانا بس نكون قاعدين بشي مطعم والناس والجراسين يصيروا يتطلعوا فينا بخجل، واحيانا ما بتفرق معي. يخرب بيتك شو قويه ستي، كمان مدللني كتير. خدي كلي باي. وشو يعني هيك رأي الست شام بالوضع الجديد تبعك؟ هيك تقيه للست شام بقى ببوس ايدي، بحبها وبيموت عليها. اتخانق ودق لي عم يترجاني كرمال صالحهم. ايه طبعا بده يموت عليها وبيحبها كثير، لانه اكيد بتكون عطيته كل شيء. شامو بعرفها كلي ديما. ليكي 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 من مدي عيني عليكي. يعني ابو الهواء
صار المعلمين ما عم بيضربوا ولا ضربة. لكن شو بدك بالحكي؟ علي الحلال حلوة المعلمين. بتأمر وبتني. حلو العز يا أخي والله حلو. شفني بيا سنين. ودي على شو عم تجمع كل هالمارزة لا وراك ولا قدامك؟ صب شاي صب. يا سيدي كل يوم أكثر من 30 صورة وما عم يمشي الحال. لك إيه ما تركنا دلالة ما رحنا لعندها. وهنا حسابك صار كبير ها؟ على كل صورة 25. ما عبى أخونا عشوشي بكرة بس تكبر مين بده يدير باله عليه؟ طاق العام وضربها. بعدين أبو الهوى أنت شو صاير لك؟ تتجوز ولا 60 عمره ما يتجوز؟ قلتك. هي معلم لا في عيشي هلا صار رح دوبي مفهوم معلم امرك مين هذا اللي عم يتأمر عليه دخلك شام ليش كانت زعلانه من منصور ما بعرف كانه كان شاكك فيها مدري شو ما بقى اتذكر الله من ايمتى هذا الحكي ما صار له زمان قلت لك انا ما له واثق فيها يا عليكي انتي يا عليكي شو صايره شرني ايوه الله يرحم وقت كان برادك يصفر صفر انتي قلتيها الله يرحم ويا ستي تنذكر وما تنعاد كمان منيح هيك تشربي قهوه بشرب بركي بصحصح راسي شو هي شو رايك افتح لك اياها لا شو تفتحي لي اياها انا شو مفكرتيني اما للي ما بتسمى دخلك منصور عرف انه حماته سكيرة ليكي هي ما زنبا اذا سليم طلع متزوجها ما زنبا لا تذكريني بعت له حمش وطلع وصيخ الله ما بيبعت لي غير هالنمر تعرفي فاتنة عفوا ساند ليش نحن وصلنا لهون لانه السلطة المطلقة مفسدة مطلقة والشخص هو اللي بيراقب حاله وبيقيمه وبيحكمه وهو اللي بيشوف انه من حقه يحرقك او يضربك شفتي كم مره اجت وجسمها مزرق بخيلك ما عم بدي اتذكر هذاك المنظر لا بدك تتذكريه لانه طالما في رجال على وش الكره الارضيه رح يتكرر هالمنظر كتير كتير وطالما في نسوان مثل فاتنة رح تضل المراه ذليله انا باكد لك إنه سامي بيحتقره من جواته وحق معه على فكرة حق معه لأنه اللي ما بيحترم حاله صعب يلاقي حدا يحترمه ألو شامي صار عندي أوراق بتروحوا لزوج نيبال أي هو مو بس أسأل لي وأسألك كمان يعني أنا أول مرة بشوف حدا هو عم ياكل بدخان بعرف تفصيل غريب كتير بس كأني صرت أدجع شو بعرف حالي شو عم ساوي شو بدك تساوي اليوم؟ ما بعرف على هوا مزاجي قربي لي هاللبن تفضل رح طق من الملل وحابة أشتغل بتصور انه بتعرفي رأيي بهذا الموضوع كأنه حكينا فيه اكثر من 20 مرة كمان انت بتعرف انه العمل ضروري للمرأة حلو كتير هلا الاولى بعرفها سمعانا 100 مرة بس هي الثانية جلايب فريدة ما هي بتكون عم تقلي كتير دخلك شو كنتي عم تشتغلي معها يعني علاقات عامة مع المنظمات هي مرة كتير كتير قوية بس عندها وحدة اسمها سامية مجننتها يا حرام يا علي أنا عالقهوة؟ ما بعرف قلتلك ما بعرف
غدا حيوانة. واو فعلا مارلين مونرو ماي جاد. صار لازم نام شي سنه لحتى تصير احسن. أحياناً بحسك مرتي، بعرفك بكل حالاتك، وانتي فايقة من النوم، انتي وتعبانة ومبسوطة، انتي وعم تطبخي. بس انت هيك رح تمل مني؟ كل شي ممكن، إلا إني مل منك طبعاً. منصور، انت كم مرة خنتني؟ غليظ. لك خلص منصور والله ريحتي بصل. لك ريحتك حلوة شو ما كان. يلا يلا خلي قلبي يضل رح موت من جوع. خلص مثل ما بدك. لكل وحدة بترجع حيوان من الثاني العمى بقلبهم ان شاء الله. والله شو مزعجة. هاي وسام حبيبي بليز لا تزعل مني. وحياتك ظروف. خلص بكره نتعشى سوا. اوكي باي.